قررت المحكمة التأهيلية لفرقة 2011-2017 وعلى النيابة العامة إحضار شهود الإثبات 77 87 88 104 115 115 120، والتصريح بعمل توكيلات المبينة في محضر الجلسة والاطلاع على التقارير الطبية اللي اتقدمت بجلسة اليوم وعلى السيد اللواء مدير مصلحة السمول تنفيذ اللائحة السمول بالنسبة للزيارات وتقديم تقرير ذلك، وصرح معكم التأمين السادة الأرقامي على مستشفى السمول وعمل اللازم له وتقديم تقرير ذلك، وعلى النيابة العامة تقديم ما يزيد ما تم بشأن تنفيذ السمول وعمل توكيلات السادة لمحضر الجلسة مع سمول محافظة التأمين. حضرتك مش كتب كتب الاحضار شرحت ليها والادوية للمتهمين لسه على البوابة ما جاتش. أي حاجة سياسية. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنين خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكذاب ويكذب فيها الصادق. أكيد يا سيدي الدعوة والمحكمة.